كشف رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري عن أن أسعار بيض المائدة شهدت خلال الفترة الأخيرة تصاعدا كبيرا، ما أثر بشكل كبير في المواطنين وشكل أزمة جديدة في السوق المحلية. وأضاف أن على الحكومة ووزارة الزراعة البدء بفتح باب استيراد بيض المائدة ولفترة محدودة لحين سيطرته على السعر وارجاعه إلى وضعه السابق. وأكد الشمري على أهمية تحقيق التوازن في سعر البيض كالذي تحقق في الكثير من المنتجات الزراعية والتي حققت اكتفاء ذاتيا واضحا وباتت بعضها تصدر.